برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. فقرتنا الحوارية الأولى يعني مع واحد من الشخصيات الكبيرة جدا في عالم كرة القدم. النهاردة مشرفنا واحد من الكباتن، صحيح يعني بيتنا الكبير بيجمع المصريين والعرب. النهاردة ضيفنا هو أسطورة عراقية، مدرب صاحب تاريخ، واحد يعني يمكن هو صاحب إنجازات عديدة جدا، مدرب تاريخي للمنتخبات الوطنية العراقية. هو الأستاذ والقائد، هو المدير الفني حكيم شاكر ابن العراق الشقيقة والحبيبة، العراق التاريخ، الحضارة، العراق الحاضر والمستقبل. برحب بحضرتك ومنورنا في البيت الكبير. يعني النور نوركم أولا، والبيت كبير يبقى بوجود مصر وأهل مصر حقيقة. وانا يعني من حسن حظي انه الانتقاله مالتي جت لمصر، وكاني في العراق. لذلك امسي عليك وامسي على اخوي الكابتن هاني رمزي، منورنا. وعلى كل جمهور البرنامج، وخاصه الاهلي القرن، اهل البطولات، اهل الانجاز. منورنا يا كابتن، منورنا، وشرف كبير ان حضرتك تكون موجود معانا في البيت حقيقة. الكبير. وزي انت بتقول ان البيت الكبير بيت النادي الاهلي، مش بس بيضم الشخصيات العظيمه على مستوى المحلي لكن على المستوى العربي. وحضرتك قامه وتاريخ كبير جدا جدا مشرفنا هنا في البيت الكبير. عندنا حكايات كتيره جدا، عندنا روايات كتيره جدا هنحكيها مع حضرتك، وحضرتك تحكي لنا التاريخ الكبير لحضرتك. لكن معانا طبعا تقرير عن الكابتن الكبير حكيم شاكر، المدرب التاريخي على المستوى الكرة العراقية. حكيم شاكر العزاوي مدرب من ذهب، من مواليد 1 يناير 1960 بالعاصمة العراقية بغداد، ويعتبر المدرب التاريخي للمنتخبات الوطنية العراقية بمختلف فئاتها العمرية، بل وكثير من الأندية العراقية والعربية. ويكفي أنه المدرب العراقي الأول بل والوحيد الذي قاد 3 منتخبات وطنية عراقية في نفس الوقت، المنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي، وكذلك منتخب الشباب تحت 20 سنة في عام 2012-2013. كما حصل شاكر على جميع الشهادات العليا وكذلك الأكاديمية في عالم التدريب. كان حكيم شاكر لاعبا مهاريا فذا، انضم لنادي الطلبة العراقي مواسم 78-79 80-81، ثم انتقل ليلعب باسم نادي الشرطة. وفي نهاية موسم 83 تعرض للإصابة، ليقرر الاعتزال وهو في ريعان شبابه بعمر 24 عاما، ليقرر الدخول في عالم تدريب كرة القدم ويتولى القيادة الفنية لنادي الجيش، الذي حقق معه بطولة كأس العراق موسم 94-95 ووصيف بطولة الدوري. كما تولى القيادة الفنية لنادي القوة الجوية وحقق معه بطولة القدس الدولية عام 1999. وفي عام 2006 تولى المهمة الفنية لنادي أرارات وحصل معه على كأس كردستان. كما تولى قيادة العديد من الأندية مثل سمراء، ثم صلاح الدين، ثم الاستقلال، ثم الدفاع الجوي، ثم الشرطة، ثم الطلبة، ثم الزوراء. وعن مسيرته التدريبية مع المنتخبات العراقية فحدث ولا حرج. ففي عام 2011 تم تعيين حكيم شاكر مدربا للمنتخب العراقي تحت 20 سنة، ونجح في التأهل لنهائيات كأس العالم تحت 20 سنة في تركيا، وقاد العراق للتأهل لنهائيات بطولة آسيا تحت 19 سنة لكرة القدم. وفي عام 2012 تم تعيينه مدربا للمنتخب العراقي الأولمبي، وقاد الفريق وقتها للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة. وفي يناير 2013 قاد حكيم شاكر المنتخب العراقي الأول لنهائي خليج 21 بعد 4 انتصارات متتالية، وقدم المنتخب العراقي وقتها مستوى عالي في البطولة، لكنه خسر من الإمارات في النهائي.
وفي 8 فبراير عام 2013 قرر حكيم شاكر التركيز مع منتخب العراق تحت 20 سنة في بطولة كأس العالم 2013 بتركيا، حيث حصل المنتخب العراقي على المركز الرابع لأول مرة في تاريخه. وبعد انتهاء البطولة عاد شاكر من جديد لتدريب المنتخب العراقي الأول. وفي 29 نوفمبر عام 2014 رحل شاكر عن قيادة المنتخب العراقي بعد الخروج من دور المجموعات بخليج 22 ليتولى تدريب نادي السويق العماني، ويحصل معه على بطولة كأس عمان عام 2017 وعلى لقب الدوري العماني عام 2018. وكان نادي الزوراء آخر ناد يتولى قيادته الفنية في موسم 2019-2020، وحصل معه على بطولة كأس العراق واحتل وقتها المركز الثالث بالدوري العراقي. أما عن أبرز المحطات الكروية والألقاب مع المنتخبات العراقية بمختلف فئاتها العمرية، فقد حقق حكيم شاكر مركز الوصيف بكأس الأمم الأسيوية للشباب عام 2011-2012، والمركز الرابع ببطولة العالم للشباب عام 2013 في تركيا، وحقق معه بطولة آسيا الأولمبية دون 23 عام في مسقط 2013-2014، ومع المنتخب الأول حقق وصيف بطولة غرب آسيا في الكويت عام 2013 ووصيف بطولة الخليج 21 في البحرين 2012-2013 وثالث دورة الألعاب الأسيوية في كوريا الجنوبية عام 2014 وثاني مجموعة التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا عام 2015. رجعنا طبعا مع حضراتكم الكابتن الكبير حكيم شاكر. تاريخ كبير جدا يا كابتن، تاريخ كبير على المستوى المنتخبات باختلاف انواعها، يعني منتخبات شباب، منتخبات اولمبيه، حتى على المستوى الثقافه التعليميه والاكاديميه بحصولك على شهادات كبيره جدا على مستوى التدريبات. هنيجي لكل دوت، لكن واحنا بنتفرج على التقرير شفنا صوره ليك مع الكابتن جوهري، فبقول لك يعني كمان ليك ذكرى مع الكابتن جوهري، فقلت لي لا دي حكايه ثانيه خالص حقيقه. يعني انا اولا اشكركم حقيقه، يعني ما شفت من بدايه البرنامج يدلل على انه انتم ذاكرين زين بحكيم شاكر، وعندنا مهارين شاطرين قوي ما شاء الله، وانت ماده كبيره وتاريخ كبير يعني. بس مش زي تاريخك يا سيدي، ربنا يخليك يا كابتن هاني. كابتن هاني، المهم قصه الجوهري لا زالت في قلبي وفي عقلي. هذا الرجل الكبير اللي ترك شيء كبير في داخلي من حزن حقيقة. الجوهري كان في عام 2010-2011 كان مدير أو مشرف أي ما شاء الله، يعني تحية للمصور مالها، يعني اللي أخذ هيك لقطة وكأنه كان يعلم بما سأقوله الآن بحق هذا الرجل. هذا الرجل بالرغم أنه أنا عامل في كرة القدم، وأنا وأنت نؤمن أن كرة القدم لا تؤمن بالتوقعات، ده حقيقي طبعا، لكن هذا الرجل أجبرني أنه أؤمن بمسألة التوقعات. يعني في هذه الصورة كنت أنا مدرب منتخب شباب العراق، وكان هو مشرف على الكرة الأردنية في تلك الفترة، وكانت عندنا مباراة مع المنتخب شباب الأردن، فزنا على منتخب شباب الأردن، وكان فريق شباب الأردن معد إعداد خاص، يعني المملكة كلها واضعة ثقتها بهذا الجيل أن يكون في نهائيات آسيا. الحقيقة فزنا على الفريق، فزنا تقريبا 3-1 كانت النتيجة، وبعد المباراة أنا من بعيد كنت أباوع، شفت فد هيصة وهوسة، ويعني الناس انجمعت، ومن ضمنهم كان حتى الأمير علي متواجد مع الجهاز الفني، صار فد رباك أنه كيف الفريق الأردني خسر على أرضه أمام الفريق العراقي اللي كان عملية إعداده وعملية استعداده مو بقيمة إعداد واستعداد صحيح. الفريق الأردني. لكن الجوهري الله يرحمه برحمته الواسعة إجا علي، أخذني من إيدي، أنا كنت يعني أتكلم مع اللاعبين مالتي، فأخذني من إيدي قال لي حكيم، يعني بدون كابتن حكيم وهو على عيني وراسي، قال لي حكيم تعال معايا، اخذني من ايدي، وكان معايا رئيس الوفد، كان في تلك الفتره المرحوم هادي عضو الاتحاد العراقي المركزي الله يرحمه برحمته الواسع، فاخذنا ورحنا وجابني على الفريق الاردني، قال لهم انتم ليش تبكون اللاعبين الاردنيين، انتم ليش تبكون؟
قالوا له احنا شلون خسرنا والامير قاعد وبارضنا وهاي. قال لهم راح اقول لكم شيء عن هذا الفريق وعن هذا المدرب. هذا الفريق الله شاهد يا كابتن هاني، والله الان يعلم انه هاني جداحج وللتاريخ. البطوله كانت التصفيات الاسيويه، نخلص التصفيات نروح للنهائيات، يعني بعد ورانا تقريبا سنه ونص، لسه مشوار طويل، سنه ونص بالضبط. فقال لهم انتم ليش مستغربين يعني، ليش تبكون وليش منقهرين؟ هذا الفريق العراقي ما راح يخسر مع فريق لا بالتصفيات ولا بالنهائيات، راح يكون امامه فريق مرعب بقيمته اللي هو الفريق الكوري الجنوبي. وذول الفريقين واحد راح يخسر الآخر، وين ما يلتقون واحد منعتهم يغادر، بس هذول راح يصفون الفرق ويلتقون بالنهائي، واحد منعتهم يفوز بضربات الجزاء كمان بالنص. والله بالنصن. يعني وأنا جايب نية بمصر يعني شيء خرافي. أنا بساعتها يعني طبيعي ساعتها هتقول يعني في مجاملة ديجامل الله يرحمه برحمة الواس. راحت الأيام، جت الأيام، لعبنا الافتتاح إحنا وكوريا الجنوبية، تعادلنا 0-0، تعرف نقطنا هم نقطة وإحنا نقطة وصرنا بالبطولة. شاءت الأقدار التقينا بالنهائي البطولة، إحنا فايزين على المنتخب الكوري لحد الدقيقة بعد التمديد، 7 دقائق أعطى الحكم إحنا فايزين، 7 دقائق و20 ثانية سجل الفريق الكوري يعني هدف التعادل. 97 لا 97 و20 ثانية سجل الفريق الكوري هدف التعادل. تعادلنا، تمددت المباراة ورحنا ضربات الجزاء والفريق الكوري فاز علينا ضربات الجزاء. فعلا بالله ده يعني ده اللي خلى حضرتك تؤمن بمقولة انه في توقعات، في كرة القدم يعني هذا الرجل الخبير هذا الرجل اللي كان مدرسة في عالم كرة القدم علمني شيء، انه اسمه عليك ان تتوقع لكن بالمقابل عليك ان تتمنى، ان تتمنى وتعمل من اجل النجاح. لذلك بهاي الفرصة وهاي المناسبة اللي أنا ذكرتها بها أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون مثواه الجنة، وأن يرحمه برحمته الواسعة، لأن ترك بذرة رحمانية في قلوب كل من عرف الجوهر. يا رب. كابتن حكيم، يعني برضو لقب المدرب التاريخي ده أكيد ما بيجيش من فراغ، أكيد في شغل، في مجهود اتعمل على المستوى الفني وعلى المستوى الأكاديمي، في عمل وفي جهد كبير قوي. عايزة حضرتك تحكي لي عن تجربتك دي، لأنك كمان من الكباتن الوحيد اللي قاد ثلاث منتخبات بنتكلم على المنتخب الاول والاولمبي والشباب 12-13. شوفي، في شيء مهم علينا ان نقتنع به، في اي بلد وفي اي مكان تجد مجموعه رائعه من المبدعين. يعني احنا هسه الان من نجي نفتش في مصر نلقى عباقرة التدريب من حسن الشحاتة وامشي بعد يعني عددي، من تروحين للجزائر تلقين جمال وتعددين، يعني في اي بلد موجود. انا اجيت خلفت كبار المدربين العراقيين المرحوم عمو بابا. عمو بابا يعرفه كابتن هاني، ترك بصمه كبيره في كل مجالات كره القدم، وترك ايضا ترك يعني جيل يذكر عمو بابا. يعني من تقولين احمد راضي تقولين عمو بابا، من تقولين حسين سعيد وذول كلهم كانوا عصر كابتن هاني. من اجيت قلت اني لازم اجيب شيء جديد في كره القدم. كره القدم الان اصبحت هي مجموعه علوم، قبل كان يقولون كرة القدم هي علم، لكن الآن كرة القدم مجموعة علوم. ادخلت مجموعة علوم في كرة القدم من أجل أن يكون المدرب ملم أو معاه جهاز فني متكامل من الناس اللي يعملون في كرة القدم، معاه محللين فيزيائيين، معاه محللين كيميائيين، معاه علماء رياضيات، معاه علماء طب. لذلك أنا فكرت كيف أدخل للاعب العراقي من أي باب في سبيل أن أوصل له. أنت من تجين تعملين خلف حسن شحاتة عليك أن تأخذين كأس العالم، لأن حسن شحاتة أخذت بطولة أفريقيا 3 مرات وفي تفوق. أنا جيت خلف عمو بابا، وعمو بابا تارك بصمة كبيرة من تقولين كرة القدم يقول لك عمو بابا بالعراق. كيف أنا أدخل بعد عمو بابا؟ كيف أدخل بعد يعني المدربين الكبار اللي تحجز المتوجود. لنفسك مكان، مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة. وذلك لقيت في مجال في كرة القدم أنه يجب أن أدخل علم النفس الرياضي. وعلى فكرة أنا دكتور كنت بديت في علم النفس الرياضي علم النفس الرياضي، كانت الماجستير مالتي بالتحليل، وبعدين رحت على الدكتوراه في عملية علم النفس الرياضي. فحاولت أن أدخل للاعبين من هذا المجال كابتن هاني، كيف أوصل لقلب اللاعب، كيف أوصل لذهنية اللاعب، كيف أخذ ما أريده من اللاعب
بحالة بضغط قوي وبروح طيبة. صحيح. كيف أحسس أنه أنا أبوه، أنا المسؤول عنه، وأنا أفرح باللي حصله هو المدرب. بعدين كابتن هاني أنت تعرف وسهام تعرف أنه المدرب أناني، يريد ينجح، يفعل كل شيء من أجل النجاح. لذلك أنا أجيت بشيء جديد للكرة العراقية. ده كان أول مدرب يخش بهذه النوعية من الثقافة، الثقافة النفسية. النفسية أحسن. مع التعامل مزجت مع اللاعبين. مزجت بين التكتيك وبين أساليب طرق اللعب، ومن ثم التعامل النفسي. ولذلك إحنا كنا في ظرف كابتن هاني في العراق، ظرفنا كان جدا صعب. صعب يعني يعني أنت مثلا تمشي بالشارع، أنت رايح للتمرين تباوع تشوف سيارة منفجرة، تمشي بالشارع تلقى يعني الله لا يعود هذيك الايام. صعبه دي بتصعب مهمتك كمان، لان انت بتحاول بقدر الامكان انك ما بتشتغلش بس على النواحي الفنيه، لا ده في يعني الاجواء الخارجيه عليها عوامل كبيره جدا جدا. يعني الفرامزي يقول عنده مقوله شهيره، يقول لاعبي كره القدم هم خليط متجانس من المجتمع. هي. كل واحد بيهم ينقل البيئه اللي عايش بيه. ولذلك انا تجابهت بشيء، يعني انا اجي احكي مع اللاعب، اللاعب صافن من يابا انت ليش صافن، ليش ما مركز، ليش سرحان يعني سرحان يعني يقول لي مش 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 مركز انا عفوا بعض المصطلحات. لا سرحان انا معك، انا انت تعرفها. فجيت من احكي مع اللاعب، اللاعب بعيد عن فكري وعن طيب انت ليش جاي تتدرب وانت شايل الهم وشايل، انت الان امام قضيه اسمها العراق، انت كيف الان انت مؤمن انه العراق ده يمر بظروف صعبه؟ طيب اذا احنا بقينا على هذا الوضع العراق ما راح ينتج، العراق ما راح ينجح، عليك ان توضع ايدك بايدي حتى نوصل رساله انه احنا العراقيين قادرين نتخلص من. ولذلك دخلت بهذا المدخل ووصلت مرحله انه كيف اخلي اللاعبين تدري بهذيك اللحظه كانت اكو تفرقه بين اللاعبين، هذا منتمي لهاي الفئه، هذا منتمي لهاي الفئه، ومع الاسف كثير من الناس عملت عليها من اجل ان تفرق الشعب العراقي، لكن احنا الحمد لله ودخلت في كره القدم، دخلت في كره القدم، دخل في كره القدم. ولذلك انا سويت حاولت ان اضرب هذه النقطه من خلال التلاحم، يعني مثلا قمت اجيب حكيم وهاني، هذا مثلا من الشمال هذا من الجنوب، اخليهم ينامون سوا، اجبرهم ينامون سوا، اجبرهم ان يكونون يطلعون سوا. سويت مجموعه متناسقه وعندنا مبدا في منتخب الشباب، عليك ان تلاحهم يلعبون، ما يهمك انه جابوا نتيجه او ما جابوا نتيجه. صحيح. لكن انا رحت بجانب مهم انه احصل على الانجاز واهل الموجودين معاي للمستقبل. مستقبل طبعا. يعني انا ومشكور السيد حسين سعيد والسيد ناجح وحمود كانوا رؤساء الاتحاد في تلك الفتره، عملت معاهم وكان هدفنا كيف نبني استراتيجيه طويله الامد للمستقبل. ولذلك خبرت اللاعبين قلت لهم احنا مو فقط بطولة آسيا عندنا، احنا عندنا بعد كأس العالم، إذا الله وفقنا واخذنا بطولة آسيا راح نروح كأس عالم، وإذا رحنا كأس العالم راح نروح للأولمبي، وإذا رحنا للأولمبي راح نروح للأول. فأنتوا راح تكونون معاي وراح تكونون جيل، فعليكم الآن أن تكونون قريبين علي وأنا أكون قريب عليكم، نوصل لأهدافنا. والحمد لله المدرب التاريخي جت من عملية النقلة النوعية اللي صارت، حققت نتائج وحققت جيل. كابتن هاني تعرف أنت صعب انه تحصل على بطوله وتقدم 24 لاعب يلعبون منتخب، صعب جدا، ست سنوات متتاليه. صحيح. صعب. يعني طبعا. انت اذا كنت تريد انجاز فعليك انه ما تفكر بالجيل، وخاصه بالاوضاع اللي بالاوضاع اللي احنا عايشينها. فانا سويت سهام، جبت المجموعه، اخذت بطوله اسيا واخذت يعني تعرف كاس العالم انجاز طبعا. يعني انا اوجه الان التحيه والدعاء الى اخويا ربيع ياسين اللي الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يعافيه ويعافي اولاد اللاعبين. وعلى فكره ربيع واحد من المدربين المصريين اللي يعرف شلون يتعامل مع اللاعبين، وشفته في كاس العالم بالرغم انه كانوا متقدمين علينا وفزنا عليهم في مباراه كانت دراميكيه جميله في كاس العالم، طبعا حلوه كانت دي صوره كاس العالم، هاي كاس العالم هاي اللي فزنا بيها على مصر، امن لمصر، امن منتخب مصر الحمد لله. فطبعا تربيه الاجيال ديت زي ما انت بتقول هو خد مجهود كبير جدا من حضرتك، وكان انا في رايي الشخصي انك اتعاملت بشكل اكتر من رائع، انك شلت الضغوط من اللاعبين، انتوا بس مش في مهمه خاصه، ده انتوا عندكم مهمه قوميه وطنيه، وفي في يعني الاجواء اللي حواليكوا توحيد لهدف واحد، انك تقول اكنه بالظبط جندي في حرب، انت شغال كجندي في حرب وبتعد جيل كامل على مستوى عالي جدا، وهذا اللي صار. لكن يعني في وقت واحد ثلاث اجيال متتاليه، منتخب شباب واولمبي ومنتخب اول، يعني كانت خطوه صعبه ومستحيله.
يعني أنا كيف هي صارت الانتقالة كابتن نهان؟ صارت الانتقالة بعد أن الفريق العراقي، المنتخب العراقي مر في أسوأ حالاته. جيل 2007 انتهى، يعني انتهى عصر يونس وانتهى نشأة وانتهى كبروا خلاص وبقى في مرحلة سنية كبروا. فزيكو في تلك الفترة أبعد كل هاي المجموعة. كنا في فترة انتقالية، أنا كنت في منتخب الشباب وكنت أباوع يعني أراقب المنتخب الأول. بقليل زيكو ساعد زيكو كان مدرب، جابوا بعد زيكو مدرب برودافيتش صربي يمتي من المدرسة الصربية، ما قدر يطول شهرين يعني لأنه الجيل تغير. والجيل من أنت تأخذ بطولة عليك الآن، من تأخذ بطولة أن تستمر بالبطولة أو تأخذ بطولة أعلى من البطولة صحيح. اللي أنت أخذت. وإذا الفريق العراقي يعمل دروب مو طبيعي مع فرق الجوار، مع المنتخبات الجوار بدأ يخسر، فصارت شكوك حول المنتخب الوطني حتى بعملية الوصول لنهائيات آسيا. من سوء حظي أنا كنت مدرب منتخب الشباب في كأس العالم، وكان في كأس العالم أنا حدثت ثورة حقيقة في كأس العالم لأول فريق عربي كان معنا الأشقاء المصريين، وكنت أتمنى أن يتأهلون معنا، وكنا قاعدين في نفس الفندق. والله من كان يفوز الفريق المصري من فاز على الفريق الإنجليزي أنا كنت فرحان أكثر من ربيع، لأنه خلاص أتأهل معي فريق عربي هدف واحد. لكن الحمد لله أنا كملت وحدي بعد أن خرجوا كل فرق آسيا وكل فرق، بقينا احنا وغانا يمكن من افريقيا، من اسيا وافريقيا، والباقيه كلها كانت دول امريكا الجنوبيه. فالحقيقه جابهت مشاكل كثيره وتقاطعات كثيره، يعني اولها انه عليك ان تترك منتخب الشباب. طيب كيف انا اترك منتخب الشباب؟ منتخب الشباب واصل نهائيات كاس العالم، كاس الفريق العراقي راح يوصل نصف نهائي. هو عشان بس الناس تفهم من حضرتك، كان ممكن جدا تروح تمسك المنتخب الاول، بس عليك انك تسيب منتخب الشباب. اسيب منتخب الشباب أوكي. فانا قلت لهم يا خلنا نخلص المهمه، اخلصها وبعدين انا انتقل لمنتخب الشباب. انا كنت مؤمن انه اذا اروح لمنتخب الشباب يجب ان اخذ المجموعه، بس كانوا صغار اللي كان بيها علي عدنان وكان بيها همام وكان بيها سيف وكان بيها المجموعه الان اللي تلعب بالمنتخب. خلصت البطولة، بعد أن خلصت البطولة بحوالي يمكن 4 أيام 5 أيام قالوا لي عليك أن تلتحق مع المنتخب الوطني. كانت أكو بطولة غرب آسيا قبل بطولة الخليج. غرب آسيا فيها سوريا وفيها لبنان وفيها الكويت وفيها السعودية، يعني فيها منتخبات، فيها عمان، والفريق العراقي في وضع مقلق. يعني المدرب اللي راح يروح، المدرب زيكو وبرودافيتش عافوا الفريق، لأن بالتصفيات مع آسيا كان أوضاعهم خطرة، ما يتأهلون لبطولة آسيا. تعرف بالعراق زي مصر، المنتخب إذا ما يتأهل صعب، يعني بطولة آسيوية وبطولة أفريقية. فصارت صارت أنه أنا لازم أروح لمع، رحت مع المنتخب بغرب آسيا ولقيت المنتخب عبارة عن فريق متفكك، فريق عناصرة متباعدة، فريق عناصرة مو كل اللاعبين يستحقون يكونوا متواجدين، مشاكل كثيرة فأنا قلت لهم منا وضعت الاستراتيجية، قلت لهم يا بعلينا الآن أن نوضع استراتيجية. الله شاهد، وكان رئيس الوفد في تلك الفترة الأخ علي جبار نائب رئيس الاتحاد، فقلت له ممكن في المحادثة مع رئيس الاتحاد أنه أنا أستلم المنتخب، بس عندي شرط أنه أنا أقود المنتخبات الثلاث، يعني أنا أسير الاستراتيجية للمنتخب صحيح. وإن شاء الله في عام 2018 أنا ألعب نهائي، ألعب في بطولة كأس العالم إذا خليتوني أسير بهذا البرنامج. أنا أوصلكم قال زين شلون راح نقدر نشتغل؟ قلت له نشتغل كالتالي. الآن الفريق إحنا شفناه بغرب آسيا، إحنا صح وصلنا نهائي، بس الفريق ما كان مقنع. كابتن هاني أنت تعرف ترياضي وأنا رياضي ولاعبين وعلى مستوى في كرة القدم، نقرأ الفريق طبعا نشوف الفريق. مش على المستوى الطويل ممكن يديك نتيجة دلوقتي، لكن على مشوار طويل. لكن معنا تليفون مهم أنا تقريبا. انا عايزه بس يعني جبت سيره يعني واحد من النجوم اللي يعني اللي كانوا طبعا اضافه في او يعني ساهموا بشكل كبير في تكوين المنتخب العراقي، معنا على التليفون الكابتن يونس محمود. اهلا بيك يا كابتن يونس. اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيك. ولسه بنتكلم مع واحد من اساطير التدريب في عالم كره القدم في الوطن العربي وخاصه في العراق. بنتكلم يعني الى اي مدى حققتوا هذه الانجازات يا كابتن يونس؟ طبعا وطبعا بنتكلم في ظروف خاصه جدا بيمر بها الشعب العراقي الشقيق. طبعا بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي اليك وكابتن هاني. اهلا بيك ملغوني موجود. اهلا بيك كابتن حكيم شاكر. اهلا بيك يونس الاستاذ والاخ.
تحياتي لكل جمهوركم. اهلا بيك. اهلا بيك منورنا على قناه النادي الاهلي. الله يخليك، نورك على نورك. اكيد هذه قلعه من القلعات الكبيره في العالم العربي، اكيد نتشرف فيها. تفضل يا كابتن. نتكلم بالنسبه للحديث اللي يدور على بالنسبه للمنتخب وايضا الكابتن حقي شاكر، اعتقد الكل يعرف احنا ظروف البلد اللي مرينا فيها، ظروف صعبه وظروف استثنائيه، لكن الحمد لله لدينا طاقات، لدينا اساتذه يعني قدروا ينقذون حتى لو شيء بسيط، يحافظون على سمعه الكره العراقيه واسم الكره العراقيه. انا الان سمعت الكابتن حكيم يتكلم على المشروع اللي كان مخطط له. طبعا هذا المشروع انا كنت من ضمنه، يعني من ضمن خطط الكابتن حكيم شاكر رئيسي. أنا اعتزلت من ضمن المشروع الرئيسي. انا اعتزلت في 2014 بعد مباراه اليابان. نعم. كانت المباراه، وبعدها الكابتن حكيم بال 2015 طلب مني بعد استلام المنتخب، طلب مني ان اعود للمنتخب لان كان عنده مشروع يعني كنت طلبت منه الضمانات. الرجال انطاني كل الضمانات اللي يعني انه تعطون لاعب كبير من يبتعد او التشطير شويه صعبه بيها، لان تعرف ان الجماهير ممكن يتقبلها وما يتقبلها. نعم. اعتقد كانت مجازفه من المدرب، لكن المدرب كان عنده رؤيه والحمد لله احنا كنا قد المسؤوليه، لكن بالاخير بالاخير شويه صارت بعض التخبطات من الاتحاد، وصار ما نقدر نقول مؤامره، وانما صار اتفاق ابعاد الكابتن حكيم، لان كابتن حكيم كان مخطط يصعد كاس العالم، وفعلا التخطيط كان في مساره، لكن الخليجي اعتقد خليجي 20 اللي صار بالسعوديه 22 22 خليجي 22 لك التواريخ مو زين بها صاير 22 اللي صار بالسعوديه. نعم. صارت هناك بعد الارباكات، والثقه كان هناك في اشكال مع رئيس الاتحاد مع الكابتن حكيم شاكر لامور شخصيه هي اثرت على المنتخب، وفعلا كان تخطيط انه نصعد كاس العالم 2018 وهذا كان مخطط له، لكن الفرصه راحت ببعض المهاترات اللي صارت، وكان صار ابعاد كابتن حكيم شاكر وحتى ابعاد يعني من المنتخب. لكن اعتقد ان الكره العراقيه الحمد لله ولاده بدات تتعافى كمان كابتن يونس. بدات تتعافى كمان في التعافي. واحنا يعني انا كمان كان ليا نصيب حتى العب ضد المنتخب العراقي سنوات طويله. يعني بتقدموا كره جميله، والكره العراقيه بتقدم نجوم كبيره جدا على مر التاريخ. لكن هاخد من كلامك ان كمان لغايه دلوقتي في المنطقه العربيه بشكل كبير بنفتقد اللونج تيرم بلان، ان انت تحط خطه لمده 10 سنين. نعم. وتمشي على الخطه دي مهما كان، ممكن جدا تقع في النص او يبقى في اخفاق في النص شويه، ولكن الالتزام بالخطه اكيد هيوصلك للشكل النهائي. والكابتن حكيم كان عنده يعني عنده رؤيه فنيه كبيره جدا. انت طبعا لعيب كبير خدمت المنتخب العراقي بشكل كبير، يعني تقول ايه بقى على الكره العراقيه من دلوقتي خلال 10 سنين؟ وده مهم بالنسبه لنا كمان كمصريين، احنا بنحب طبعا العراق جزء مننا. الكره العراقيه من خلال وجود الكابتن حكيم تقول رايحه لفين خلال ال 10 سنين اللي جايه؟ طبعا اعتقد الان الوضع اختلف بالعراق، يمكن الكابتن حكيم يعرف هذا الموضوع. الان هناك اجراءات في استخدام مكتب تنفيذي جديد للاتحاد العراقي، هناك رؤى ثانيه، هناك اتفاق بين جميع الاطراف انه خلص بعد ماكو الامور الشخصيه، الان فقط المنتخب العراقي. واعتقد كابتن حكيم بده يشوف الاجراءات. نعم ممكن تصير هناك قرارات غير جيده، وهناك بعض الامور الجيده، يعني من ضمنها اليوم هذا كنت قاعد مع رئيس الاتحاد المصري وايضا وزير الشباب والرياضه عدنان درجات والاخ اياد بنيان، فاعتقد هناك رؤيه بدنا نشارك فيها حتى الدول العربيه. تعرفين ان يعني بعض البلدان يعني مثل مصر، صحيح، عندك السعوديه، عندك الامارات، يعني كثير من الدول اللي موجوده موجوده عندهم الخبرات اكثر منا، بدنا نستفاد منهم انه يخدمونا في مشروعنا اللي نقود به الرياضه العراقيه. فانا اعتقد القادم راح يكون افضل للرياضه العراقيه، وان شاء الله يعني اكيد كابتن حكيم هذا الموضوع، وان شاء الله راح تشوفون غير بالنسبه للرياضه العراقيه في قادم الايام.
ان شاء الله كل التوفيق. وبس عايز اعرف منك انت كمان على المستوى التدريبي وعلى المستوى الاداري، يعني انت كابتن كبير ولاعب كبير، هل تفكيرك على المستوى الاداره الفنيه ولا على مستوى الاداره نفسها، او هتخرج يعني شكلك رايح فين في المنظومه الكرويه في العراق ان شاء الله؟ صراحه انا بعيد عن التدريب، لان اشوف نفسي بالاداره اكثر. بالاداره يعني انا احب العمل الاداري اكثر والتنظيمي، وكابتن حكيم يعرف انا حتى بالمنتخب ما كنت يعني عندي رؤى، الحمد لله رؤى جيده وعندي خبرات استفاديت منها اكيد، وايضا عندي علاقات جيده خارجيه خارج العراق وداخل العراق ممكن افيد بها الرياضيين اكثر ما اني اذهب الى التدريب، احس نفسي بالاداره. بالاداره ان شاء الله، ان شاء الله يعني المكتب التنفيذي الجاي راح ارشح عليه واكون ان شاء الله متواجد. بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق يونس. بالتوفيق. كل التوفيق وشكرا جزيلا على وجودك معنا في قناه النادي الاهلي. كابتن الكبير طبعا يونس محمود. احنا النهارده واحنا بنتكلم يمكن حضرتك ذكرت اكتر من مره سيره كابتن جوهري رحمه الله عليه، كابتن حسن شحاته في مجال طبعا التدريب، وحضرتك طبعا واحد من نجوم التدريب الكبار في الوطن العربي. لما بنيجي نتكلم ايه الفرق بين الكوره المصريه والكوره العراقيه، يعني حتى حضرتك كنت يعني بتستشهد بتجربه يعني قرب المدرب من اللاعب، قد ايه العلاقه دي متشابهه في الكوره العراقيه والمصريه؟ قبل كل شيء علينا أن نعترف أنه الكرة المصرية تشابه الكرة العراقية بكثير من مقوماتها، من مقومات كرة القدم. يعني أنت من تجين تشوفين تكوينة اللاعب المصري تلقيه بنى جسمانية قوية، صراعاتها الفردية ممتازة، حالته تلقين بمجموعة قد تكون رائعة من اللاعبين التكتيكيين، اللاعبين أصحاب المهارة، اللاعبين اللي يمتلكون خلينا نقول صراعات فردية وحسم فردي. كثير من الأمور تشبه الكرة العراقية موجودة بالكرة المصرية، والدليل أنه لو وضعنا هسه الآن لو نيجي نقيم مثلا أي لاعب مصري نقيمه ونوضعه في بودقة الاختبار ونوضع أمام لاعب عراقي بنفس المركز وأيضا نوضعه تحت بودقة الاختبار، نشوف اللاعبين متشابهين بكل شيء، البيئة الموجودة بالكرة المصرية تشابه الكرة العراقية. ما مطلوب من اللاعب المصري مطلوب من اللاعب العراقي. يعني الآن أنا أريد أوضع فد مقارنة بين وائل جمعة وبين ناظم شاكر، واثنينهم لعبوا قد يكونون في فترات قريبة، يعني ناظم قد يكون أبعد من وائل، تشوفين وائل نسخة متشابهة من ناظم، يجوز كابتن هاني يعرف الصراعات الفردية، القوة الجسمانية، اللعب الرجولي، المشاركة الفعالة للأمام، الزيادة في الحالات الثابتة. هذا شيء يدللك أن الكرة المصرية تشابه الكرة العراقية. بس وين الخلل؟ الخلل أنه المنظومة المشرفة، المنظومة الكروية المشرفة على الكرة المصرية تختلف عن المنظومة الكروية الموجودة بالكرة العراقية، حتى ليس من باب يعني التنكيل بكرة القدم العراقية، لكن الفارق الموجود بين المنظومة الكروية المصرية والعراقية فارق كبير. الناس المتواجدين بالكرة المصرية أصحاب شأن اللعبة، يعني الآن أنا يجب أن أقف احتراما وإجلالا لما شاهدت الآن موجود في النادي الأهلي، اهتمام بالنجوم، وجود النجوم بخارطة تنظيم كرة القدم الأهلوية. الناس اللي تركوا بصمات كبيرة وكانوا مساهمين بنتائج كرة نادي الأهلي سابقا هم أصحاب القرار، هم أصحاب بناء الاستراتيجي، هم من ينفذ الاستراتيجية الطويلة الأمد. ولذلك حصل الفارق بين الكرة العراقية والكرة المصرية من خلال هؤلاء الناس، لكن ليست هنالك فوارق فنية كبيرة. قد يكون هنالك تمايز، يعني أنتم من كان عندكم الخطيب الله يطول عمره، إحنا كان عندنا مثلا فلاح حسن، أنتم من كان عندكم هاني كابتن هاني، إحنا كان عندنا عدنان درجال، أنتم من كان عندكم طاهر أبو زيد، إحنا كان عندنا حسين سعيد، أنتم من كان عندكم شوقي أبو غريب، إحنا كان عندنا سعد قيس، إحنا أسماء. يعني كابتن هاني الآن يعرف أنا شخصت حتى بالمقارنات بالاسم وبالمكانة وبالعطاء يكونون متشابهين، لكن الفارق حقيقة بالفكر الاحترافي للمنظومة الكروية سواء كانت بالمنتخبات الوطنية أو بالأندية
تروح لصالح الكرة المصرية، ولذلك الفوارق كانت كبيرة بالنتائج. ولا كيف الفريق النادي الأهلي الآن يبحث عن النقطة العلامة النجمة العاشرة؟ كيف وإحنا لحد الآن ما عندنا بطولة آسيوية؟ كيف النادي الأهلي يحصل على 3 بطولات لأجيال مختلفة؟ يعني ليس هي المرة الأولى أن يفوز الفريق الأهلي ببطولة أفريقيا أو 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 الحصول على 3 ثلاثية مصحي كابتن هاني. هذا شيء دلل، يعني أنا ليس هنا من باب مديح النادي الأهلي، لكن من صاحب الفكر أو من هم الناس أو من صاحبين الاستراتيجية، أصحاب تاريخ في النادي الأهلي، من هم اللي وضعوا هاي الاستراتيجية؟ ترى مو صعب أنت تحصلين على البطولة الثلاثية، بس الصعب وين؟ أن تحصلين على البطولة الثلاثية بأزمان مختلفة وبأجيال مختلفة. هذا الفكر اللي موجود في الكرة المصرية هو اللي خلى الكرة المصرية متفوقة على الكرة العراقية، وأن تصل لبطولة كأس العالم وتصبح زائر ثقيل في بطولات أفريقيا، وتصبح أيضا زائر ثقيل ويعني عفوا للتشبيه ومزعج لباقي الفرق في البطولات الآسيوية، لأنه الفرق المصرية عندما تشارك في البطولات الأفريقية تكون رقم صعب. والدليل أنه الكرة المصرية الآن فريقان من عندها لعبوا النهائي نهائي بطولة أفريقيا تحسب للمنظومة الكروية الموجودة في مصر، ولذلك ما أحوجنا في العراق يعني إلى منظومة. حضرتك شايف إن يعني من ملخص الكلام إن الإدارة هي إدارة من يدير الكرة العراقية في أجيال مختلفة بتختلف إدارتهم، وده اللي بيضر الكرة العراقية بشكل أسوأ. يعني أسوأ كابتن هاني، أسوأ فترة مرت علينا وأسوأ منظومة كروية مرت علينا المنظومة اللي عملت بالعراق من عام 2014. بها علاقات، بها خوف، تدري القائد ما يخاف طبعا. أيادي مرتعشة. نعم أيادي مرتعشة. أيادي مرتعشة لا تستطيع مسك حتى القلاص. والدليل أنا كيف أحارب كابتن هاني وأجيب حكيم شاكر اللي هو أساسا مو يم كرة القدم. أنا كيف أترك صاحب بصمة أو اسم وإنجاز وأجيب لا أجيب واحد الآن أنا أجربه؟ كيف من وين تجي من وين تجي معايير هذه المعايير من وين تجي كلمة خبير كابتن هاني؟ من وين؟ من خلال خبرات المتراكمة. الآن إحنا من ذكرنا المرحوم الجوهري قلنا الخبرة المتراكمة لهذا الرجل، الرؤية إجت من خلال السنين. يعني إحنا يطلع واحد بالتلفزيون يقعد قبالك مع الخبير الفلاني، من تجي تبحث عن الخبير الفلاني لا يمتلك تحصيل أيوة علمي أو استشاري أو 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 مستشار أو مستشار. المستشار من لا يستشار. يعني أنت من تجيبين مستشار، أنا الآن أريد أجيب مستشار للنادي الأهلي، لازم هذا ما حد يعني ما يستشار أحد لأن هو المستشار. فلذلك كرة القدم ومع الأسف الشديد أنا أتمنى حديث يونس، أنا أريد أكمل المشروع اللي كان بيونس لكن خلاص انقطع. كنت أتمنى أنه قادم الأيام تشهد عودة الكفاءات العراقية. احنا نتمنى ده لان الكرة العراقية كرة جميلة، واحنا بنتمنى الكرة العراقية ترجع لسابع عهدها بنجومها بأبطالها بكمان تاريخها الكبير. عايز ارجع بقى من حضرتك لذكريات وانت بتتكلم مع كابتن يونس كمان، يعني ذكرت خليج 22 ويمكن من خلال بعض اللقاءات حضرتك قلت من يعني من أسوأ لحظات حياتي هي خسارة هذا هذه البطولة والخروج من المباراة النهائية. بس راح أحكي شيء، لا تزعل على نفسك من اللي تسمع، لا أنت ولا سيام ولا الأخوان المتابعين. كنا نعرف في أي بطولة عليك أن تستعد وأن تتأهل. ما في بطولة وبطولة زي بطولة الخليج عندنا في المنطقة نسميها كسر العظم، تكسر عظم يعني كسير العظام. كسير العظام أكبر مدرب يدخل لهذه البطولة إيده على قلبه مهما كانت إمكانيات الفريق. كيف تروح لبطولة خلال 24 ساعة تدعي اللاعبين بعد بالساعة 25 أنت تلعب مباراة؟ كيف أنت دعيت اللعيبة قبل 24 ساعة دعيتهم يوم، الله شاهد كابتن هاني، دعيتهم يوم 12، يوم 13 سافرنا من البصرة رحنا للسعودية، وصلنا للسعودية الساعة 2 بالليل دخلونا الأخوان السعوديين الساعة 8 الصبح للهوتيل. الساعة 8 وصلنا احنا ما نايمين. هذا يوم 13، يوم 12 على يوم 13، يوم 13 نمنا الساعة 8 الصبح، قعدنا الساعة 4 العصر ما متريقين ما متغدين، تمرنا ورجعنا تغدينا تعشينا، ثاني يوم مباراتنا مع الكويت.
الله شاهد يعني هذا طبعا موثق مو قلت لك راح تنقهر صعب جدا صعبه. فانا من رحت قلت لهم يابا ما اروح للبطوله، انا معروف عني حكيم شاكر، من اروح العب نهائي لو اخذ بطوله انا راح اروح لهاي البطوله. قالوا روح عد الفريق، كانت عندنا تصفيات اسيا اللي احنا غلبنا الصين بعد ان ترك الفريق هو بيرباط الكلام، بعد ان ترك الفريق زيكو برودافيتش انا جيت استلمت المنتخب والحمد لله اهلت يعني لبطوله اسيا. عد الفريق بس اطلق عد روح عد الفريق و... وعلى فكره انا كنت عامل البرنامج للفريق العراقي في استراليا بعد تقريبا 26 يوم 27 يوم بعد بطوله الخليج الفريق العراقي يلعب نهائيات اسيا، فقالوا لي روح. واحد من المساعدين مالتي اللي احييه دكتور كريم مدرب الحراس قال لي كابتن لا تروح راح يذبحوك. قال لك كده حذرك يعني. قال لي راح يذبحوك، هسه يجوز لي يسمعني هو. قال لي كابتن لا تروح راح يذبحوك. قلت له كريم اذا ما روح راح يقولون وين الوطن، وين الوطنيه، عاف البلد، عاف سمعه العراق، سمعه الناس، ما حد يستلم الفريق. ولعبتنا مع الكويت وانت تعرف الكويت والعراق مباراه على صراع عالمي. صراع صراع عالمي. جينا لعبنا مع الكويت وطلع الشيخ طلال اللي اتمنى له الصحه والعافيه، صحته شويه مو زينه. بعد المباراه 90 دقيقه احنا نلعب في جزاء الفريق الكويتي، ووحده من المباريات طلع المدافع الكويتي الكره من البيده ولا طرد لا دق ضربه جزاء ولا طرد اللاعب. وبعد المباراه اللجنه التحكيميه طردت الحكم في الدقيقه 90 يا كابتن هاني، من نص الساحه اللاعب الرقم 7 راح من بالي شوت وطبت بالجول وخسرنا 1-0 بالدقيقة 90 الأخيرة. أي والله خسرنا، وخسرنا عادي يعني تخسر. جت المباراة، بعد المباراة طلع الشيخ طلال قال سرقنا المباراة سرقا من العراق، سرقا يعني سرقناها، وموجود التصريح. جينا مع المباراة الثانية مع عمان، على فكرة احنا مع عمان 24 سنة احنا ما فايزين على عمان. عمان تعادلنا مع عمان ونتيجة طبيعية لعبنا مع الإمارات. مع الإمارات قال عليه يونس الإخوان بالاتحاد سرحوا اللاعبين المحترفين قالوا لهم روحوا، لأن المباراة تعرف بطولة الخليج كانت مباراة تعمل بأيام الفيفا أجندة دولية لأنه ما حد ماكو فرق تفرغ لاعبيها فيعملوها بهذا الوقت حتى اللاعبين يكونون متفرغين. سرحوا اللاعبين كان ياسر قاسم وجستن واللاعبين قالوا لهم احنا بعد ما راح نصعد، بعد ما راح نصعد يعني في حين احنا نغلب الامارات نصعد، فقالوا بعد ما نصعد يعني. فاني سكتت يعني قلت ظاهر الاتحاد في ذهنه فكره يعني. جينا خسرنا مع الامارات بعد المباراه وانا بالملعب اقالوني رغم العهود اللي هو بيقول لك روح لمجرد الاعداد مجرد بس. والله وهي ولذلك صارت علي بطوله سوداء بعدين. ليس فقط انه انت صعوبتها انت تكون منتخب، صعوبتها انه انت تحرض علي، صعوبه انه انت انا كنت في فتره من الفترات يعني زي الكبار اللي عندكم ما اقدر امشي بالشارع، الناس تحبني وانا الناس تحبني فحاولوا انه يسقطوني بالشارع، قاموا يحكون علي حكيم لان ما اخذ فلوس، حكيم لان هيك، حكيم علما اتهامات يعني اتهامات طالتها يعني. 5 سنوات انا اعمل بالمنتخب الوطني بدون فلوس، وفي قام اعطاها مع مصطفى الاغا قال لي انت شنو ما عندك اولاد انت ليش ما تاخذ فلوس؟ يعني 5 سنين بدون خمس مرتب. سنوات بدون مرتب. فمن جمعت المرتب مالي بعدين ورا البطوله وهاي قصه يعني يجوز نجيها بالاخير طالبت بمستحقاتي. من طالبت بمستحقاتي قاموا يستغلون العلاقات الموجودة بالحكومة بالضغط على الحكومة من أجل أن ما أخذ مستحقاتي، علما أن الحكومة اعطتني كل مستحقاتي. المحكمة والقضاة العراقيين قالوا حكيم شاكر يستحق الفلوس لكن ما اعطوني استحق. لا بس برضو ما حصلتش على أي مبلغ. ما حصلتش أبدا لحد الآن كل شيء ما حصل. ولذلك كانت بطولة سوداء حشاكم من السواد، أذتني وأذت تاريخي وخلتني أعيش في فترة مكتئب. بقيت سنة ونص قاعد بالبيت، من قاعد بالبيت تركت كل شيء، كنت في فترة أنه أعتزل، لكن كنت بذيك الفترة طالب دكتوراه وكان علي أنه لازم أكمل،
خرجت للجامعة وأروح أدرس ويعني المهم نسيتها وراها بديت مشوار. عظيم ده ما يئستش ما استسلمتش للإحباط. هو المصري هو المصري يستسلم عشان العراقي يستسلم. طبعا طبعا أكيد طبيعتنا احنا طبيعتنا العرب ما نستسلم مهما كانت الصعوبات. دي حقيقة. قبل ما نسيب الكويت ليك ذكرى مع تقريبا الشيخ صباح الأحمد الجبر الصباح رحمة الله عليه، فتحكي لي دي قبل ما نعرف انت بتعمل ايه في مصر، لان انا عارفة ان في مفاوضات حاليا بتتم مع احد فرق الدوري الممتاز. تقول لنا بس قصة الشيخ صباح، واحنا بنتذكره بنتذكر كل من رحلوا عنا في 2020 اللي اعتقد لا جه ولا هيجي اسوأ منها. لا هو الشيخ كتب. الشيخ سلمان وليس الشيخ صباح. الشيخ سلمان. الشيخ سلمان الله يطول عمره رئيس الاتحاد الآسيوي. أنا كنت يعرف كابتن هاني كان في كل سنة أكو كونغرس والكونغرس يقيم مجموعة اللاعبين والمدربين والناس المتواجدين. أنا كنت في عام 14 يعني المدرب نمبر 1 على مستوى القارة الآسيوية بطولات، وشون يجي التقييم من خلال الفكر ومن خلال الأداء ومن خلال النتائج ومن خلال ما توصل له. ولذلك كل مدربين العالم يقيمون على هذا الأساس. فأنا كنت واحد من المدربين اللي أستحق الجائزة أستحق. إحنا قاعدين بالكونغرس وكانت شاشة كبيرة مثل هاي الشاشة تعلن النتائج. عندنا ثلاث مدربين، أنا ومدرب كوري، اثنين كوريين وأنا يعني الأول كوري يانغ. وحضرتك العربي الوحيد. أنا العربي الوحيد كنت في تلك الفترة. وانا كنت استحق هالجائزه يعني في عام 2014 اباوع على الحاسوب الدرجات كابتن هاني. انا درجتي 953 والاثنين الكوريين واحد 14 درجاته 14 وواحد يمكن 257 58 يعني الفارق الكبير جدا طبعا. واذا الارقام بدت تترقم تتغير يعني وصل 600 وصل 700 ملعوب فيها لعب فيها الله اعلم بس بس انا اعرف يعني مثل ما كابتن هاني يعرف الان وائل جمعه شنو اللي سواه او مثلا الـ 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 التاريخ بيقول التاريخ نفسه ابو تريكه ايش اللي سواه وكل واحد بينا يعرف المقابل شو يسوي. وعلى فكره المدرب اللي معاي انا اعرفه، انا فزت عليه بكاس العالم وفزت، هو صح فاز علي ببطوله شباب اسيا لكن انا فزت عليه بكاس العالم وفزت عليه ببطولة الأولمبيات المنتخبات الوطنية. طيب. وأنا كنت جامع من عنده أكثر نقاط. فالمهم بين ما وصلنا قام محمد السرقال اللي يعرفه كابتن هاني رئيس الاتحاد كان رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي، قام لزمني من إيدي قال لي يا كابتن مبروك، والله قال لي مبروك أنت إن شاء الله المدرب رقم واحد بآسيا. وصلنا على الاستياج نطب من الاستياج من المدخل الخارجي احس اشتغل يعني التصفيق، فانا قلت الحمد لله صفقوا علي لي. فباوعد شفت المدرب يانغ اسمه يانغ المدرب رقم واحد الكوري. وانا رقم اثنين الكوري. المهم انا بقت ببالي يعني بس ما تقدر هي روح طبعا. رياضيه وهنيته والصوره موجوده يعني بالكونغرس هنيته وقلت له مبروك وهي صارت ببالي يعني اذتني. فالمهم نسيتها وراحت. ورا أربعة أشهر كانت عندنا بطولة دورة الألعاب الآسيوية، فوصلنا نهائي والحمد لله والشكر الله سبحانه وتعالى جعلني أنا أكون أنا بطل البطولة. الشيخ سلمان كان هو رئيس الاتحاد وهو اللي يوزع الجوائز. بقينا أنا وياه نحكي حوالي 10 دقائق يعني على المنصة. المذيع يقول ايش دا يحكون الناس. فهو بيها قال لي والله أنت تستحق وانت انظلمت، انت كان تكون المفروض المدرب رقم واحد بطولة عز. هي البطولات على فكرة والجوائز العالمية ساعات الكابتن ما بتخشش للتقييم الفني الحقيقي، بيبقى فيها سبونسر وفيها أحسنت. ماركتينج أحسنت. انت رجل خبير وتفهم ده وارد يعني من سألت قلت لهم شلون اطيتوا الكوريا. انا كنت قاعد من سوء حظي بتلك الفترة كوريا ما حصلت ولا جائزة لا اللعب النظيف ولا المدارس الكروية وكوريا كان السكرتير للاتحاد الآسيوي في تلك الفترة كان كوريا كوري فعطوه الجائزة هاي في سبيل أنه إحنا كنا العراق ماخذي 5 جوائز، أحسن لاعب شاب، أحسن لاعب كبير، الفريق المثالي، أحسن فريق يلعب 60 دقيقة كرة قدم، وهاي كلها في زمني أنا كنت أنا مدرب. كابتن حكيم نعم. في مصر بتتم مفاوضات حاليا مع حضرتك؟ انا اتصور لو تتصلون بوكيل الاعمال احسن لان هذا ما يريدني احكي كابتن محمد جابر كابتن محمد جابر على التليفون.
محمد الجندي. ابو الجندي معانا على التليفون. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ سهام. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك كابتن هاني. واهلا بالاستاذ سهام واهلا بالكابتن حكيم في مصر. تكلمنا عن المفاوضات اللي بتتم النهارده بحضور كابتن حكيم، ايه المفاوضات اللي بتتم لقياده احد فرق الدوري الممتاز يا استاذ محمد؟ والله الكابتن حكيم يا استاذ سهام، انت حضرتك عارفه قيمته ومكانته في الكره العربيه والكره في كل الاماكن الاسيويه. كل ما نقول اسم الكابتن حكيم نعم بنلاقي ترحاب. فاحنا الحمد لله عندنا مفاوضات هنا في مصر، وعندنا فرقه في السعوديه في مفاوضات معاها، وفريق كمان في الامارات. انتوا متجهين على الامارات كمان شويه؟ ان شاء الله يوم 27 رايحين الامارات باذن الله. طبعا خبرات كبيره جدا جدا الكابتن حكيم، غني عن التعريف، واعتقد اي دوري هينضم او يكون موجود فيه الكابتن حكيم اكيد هيضيف اولا للفرقه اللي هيديرها فنيا، وكمان هيضيف للدوري عامه، لانه قيمه كبيره جدا وتاريخ كبير، واكيد هيكون ليه بصمه في اي فرقه ان شاء الله ربنا يوفقه فيها باذن الله. طبعا كابتن هاني الكابتن حكيم مشروع. طبعا يعني مش مدرب بس، كابتن حكيم مشروع. ده اللي بنفتقده ساعات، المدرب المشروع اللي ممكن يدي رؤيه فنيه لمجلس اداره انه يشتغل لمده 3-4 سنين، ويكون يعني مش هقول لك يبني فرقه، لكن يكون عنده استراتيجيه طويله الاجل ويوصل لهدفه يعني بخطوات ثابته يعني. وده اللي مخلينا كمان بناء على كلام حضرتك ان احنا نفكر كويس في الاتجاه اللي المفروض ناخد فيه القرار. اكيد اكيد. يعني احنا قدامنا اكثر من حاجه هنا في مصر وبره مصر. لا انا اريد بمصر محمد، لا توديني لغير مكان. هو بيريد بمصر يا استاذ محمد، فبنتكلم عن اي نادي في مصر؟ لا والله يا فندم مش عارف، يعني مش عايز اقول لحضرتك اكتر، والله اكتر من نادي، بس المشكله ان انت عارفه ان ما ينفعش نقول اسامي. اكيد. احتراما للمدربين الفنيين. لانه ما فيش اتفاق نهائي يعني. مجلس الاداره. ما فيش اتفاق نهائي يا استاذ محمد. والله احنا يعني لحد دلوقتي مش قادرين ناخد القرار. لان اكتر من 3 عروض في الدوري المصري، وعرض في الدوري السعودي، وعرض في الدوري الاماراتي. بس احنا بنبي مصر يعني. ان شاء الله. طبعا كل التوفيق كل التوفيق ليك والكابتن حكيم، لان الكابتن حكيم طبعا قيمه كبيره جدا، واي مكان هيتواجد فيه اكيد هيكون اضافه للمكان واكيد اضافه للنادي. طبعا يا كابتن هاني بنشكرك شكرا جزيلا. العفو. هي فرصه يا كابتن هاني انه اشكر الاخ محمد حقيقه يعني، وانا من يعني خلينا نقول من حظي الكبير انه وكيل اعمالي مصري، ودائما المصري مبدع ومتالق، وانا على يقين انه هذا الرجل راح يعرف الاختيار الامثل والاختيار الاحسن. وكمان حضرتك ليك متابعه جيده اكيد في مباريات الدوري الممتاز على الاقل في الموسم الماضي. الحمد لله تابعتها بشكل جيد جدا. الحمد لله يعني حقيقه شوفي الدوري المصري يعد واحد من احسن الدوريات، ليس على مستوى افريقيا فقط. نعم. الدليل انه الكرة المصرية متواجدة واللاعبين المصريين متواجدين. يعني انت الان ما في بلد خلينا نقول من الدول العربية او من الدوريات العربية عدا يمكن يعرف كابتن هاني، يمكن عدا السنغال او النيجر انه لاعبيهم اكثر من اللاعبين المصريين المتواجدين في دوري الاحتراف. الان الكرة المصرية والحمد لله والشكر سائرة بطريق صحيح مبني على اسس متينة. الناس اللي عاملين هذه الخطوات واثقين من عملية ايصال الكرة المصرية الى مصاف الفرق المتقدمة. يعني انت حتى نوعية اللاعبين الان المتواجدين الغير محترفين المتواجدين في مصر هم لاعبين مميزين. يعني انا ما اريد اذكر باقي اللاعبين بالفرق الاخرى، بس اريد اذكر اللاعبين المتواجدين بالنادي الاهلي. يعني الان كهربا، الان محمد كهربا اللي يعني حقيقه الولد انا شفته حتى من بطوله اسيا. يعني الفريق الاهلي الان اللي لعب النهائي الاسيا، سواء كانت المجموعه من اللاعبين او مجموعه الاسماء، يعني اذا كان حمدي، اذا كان
تكلم على الشناوي، هاني محمد هاني هاني علي معلول بدر الشناوي محمد يوسف، يعني لعيبه تكون لهم بالتقدير وبالاحترام. من تشوف هيك نوعيات متواجده باحد الانديه المصريه فعليك انه تقتنع انه الكره المصريه بخير ما دام لاعبين. طب انت حضرتك بقى شايف ايه اللي ناقص في الدوري المصري ممكن بعد قيادتك ان شاء الله لاحد الانديه المصريه ممكن تضيفه للدوري المصري؟ انت شايف ايه اللي ممكن يعني الكابتن الكبير حكيم يضيفه للدوري المصري بشكل ايجابي؟ الدوري المصري يجب ان يخرج من وحدانيته، الوحده، ويعني الفريق الكره المصريه تبحث عن الانجاز خلينا نقول المحلي فقط. يعني كثير الان من الانديه المتواجده كبيره بالاسماء لكن طموحها فقط انه ترتقي فقط في البطوله المحليه. يعني الان خلينا نخلي النادي الاهلي على جنب، نلقى كثير من الانديه صاحبه التاريخ والمجد الكبير في الكره المصريه طموحها فقط البطوله المصريه، وهذا غلط. الكره المصريه الان يجب ان تتواجد في اغلب البطولات، يعني اذا كان اربع فرق تشترك من الكره المصريه الاربعه يجب ان يكونون ثلاثه مثل ما صار هالموسم، اثنين من عندهم او ثلاثه لازم يلعبون نهائي. تتكلم على الانديه الشعبيه زي الاسماعيلي زي يعني المصري ما يصير. زي يعني المحله يكون محل يكون فيها الانديه الشعبيه الترسانة صاحبه التاريخ يعني. صاحبه التاريخ يعني ما نريد نذكر اللعيبه اللي كانوا معاهم او الاسم الكبير اللي حظت به هاي الانديه. يعني انت ما يصير المحله بعيد، ما يصير الاسماعيلي بعيد، ما يصير الدراويش بعيدين، ما يصير يعني المقاولين بعيد. هاي الفرق احنا كنا نتابعها، كنا نشوف بيها روحية البطل، روحية الفريق المنافس للبطولات. والآن نشوف فقط، يعني لا تزعل علي، نشوف فقط الأهلي والزمالك دائما متواجدين في البطولة الآسيوية والأفريقية. البطولة الأفريقية قصدي، البطولة الأفريقية، وهذا ما يجوز. يعني الفرق بقيمة الكرة المصرية يجب أن يتواجد الأربعة الكبار دائما في النهائيات الأفريقية. واحنا سعداء جدا ان حضرتك كنت موجود معانا في قناه النادي الاهلي، يعني بصراحه يعني لقاء اكتر من رائع، بنشكرك عليه قيمه كبيره جدا جدا، وان شاء الله بنتمنى فيه ونتمنى كمان نشوفك ان شاء الله في الدوري المصري، تضيف للدوري المصري يعني بشكل كبير. الله يبارك فيك. كتر خيرك. يعني اولا انا اشكرك كابتن هاني واشكر سهام واشكر قناه الاهلي، واتمنى للكره المصريه التفوق، ويا رب يا رب الفريق المصري يرجع مشافى معافى فريق الشباب، وايضا ان شاء الله التوفيق للفريق الاهلي في مهمته القادمه، ولو راح يفتقد اثنين او ثلاث لاعبين في المهمه القادمه ان شاء الله، لكن ان شاء الله الباقين سيكونون رهان البطوله، وان شاء الله نشوف الكره المصرية بخير، ويعطيكم طولة العمر إن شاء الله، ونشوف مصر وأهلها الطيبين والعراق في أعلى درجة. والعراق إن شاء الله. أنت منور بلدك الثاني يا عزيز، ومنور بيتك، البيت الكبير في النادي الأهلي، منور شاشة قناة النادي الأهلي، بيتكم كبير إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لك. عندنا لسه عندنا فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نستقبل طبعا المدرب الكبير كابتن طاهر. تفضل.